أويس القرني دور مسألين وقتل ما معنا مسألة كوبات والسكو خلافي أويس ما أحد جرا مسوا شيك عروريد والسكو خلافي أويسو من جرا تاي مسوا شيكو إمام مالك كلي يا وحلو نيل أويس القرن لم يتشره لم يكن واحد شيء يسونا وحبك ما تشره مالك سيدا سؤرن شري ولم يطابع عليه وحكم راعينا مجد أهل الحديث واسك قال لي حذين ولذلك إحنا معين وحورن شر واتشرا وحورن كوشه يدي الدقال كالسفين وعلي بل سعودي أهل الحديث سيداسي أبدايين تراجم قوني أيولي وجودك سواسدا نينك وقود ترجمة دير وترجمة يستوى أبو نعيم في الحلية حلية الأولية وطبقات الأسفية ترجمة أبو قيم بضنبك إليها كآخرية هتضوب هاتان مسد الفاروق للحافن كثير حديث كان مكم مري لو حديث عمري طرق دي سودان اي شواهد سود دلدلاي اد بو ديري يا وانا قال لي احكامتي احاديث حكم كذا وكا الله وذات ريه من دور ري زبيد كتاب بو كقرا في مناقب اويس القرني وانا كتاب هذا في عن اصغنا ولا اخي كرا تاو حق وجود كيسو مالك وحا لو خنباري انو سن حديث كاوسن هلين قصدان اوسن هلين وشيكدان بدن لا ودو ninku hadda wuxuu ahaa nin cajab qabo ahaa qisaskiisa iyo zuhdigiisa iyo camalkiisa dilagaaga sheego hadii wuxuu ahaa malaga bini aadam ma aha malagu xibuu la yaabay wuxuu maba jirin ninkaad sheegaysaa ninku waa nin jiro ahlu khayr oo nabigu ka tilmaamay oo cumarna ka ducaystay taasi marka waa jiritaankiisu hadda ku sii mashquuli maayo muslim baaba kugu filan axaadiisa uu xujaystay بخاري ولا ويدو وحول حديث كأوري سنة كيس النظر باكو جرا حديث كأوري حفظه وحين حديث بأنبا موري نكلا أوي سمح نظرة بخاري هو ما وحان وحان جرين بات قال ليس أحاديث أوري محيط أحاديث النبي محمد كوري ما بجرتال لا يدي صحابه وحكوري أما قصص كيسية وليه سنة وحاول نمك كوري جروا دوبين المهم حديث كان حديث صحيح ولذا تركت أقر من هيين دول كاوي حلق سيدنا عمر باوير كلو بلا من لقبت واجد من عثمان با قبطي وحا دمهستر معاويه عيدن كيس ريبنا ميا صاف جري المهم مركي ان سو نقني بو حنون صدي بور ويس من وحنون صدي فرسك يا جاديدك بو حملي واي سانو سو ودني ان لاي بلاد اسلام كو سينتان اي تي الله كو تيمدو وو دينتي مركان فرسك كدجنون دولكا دغنون لا حواشان وحما كسو بحناي بود قبر قودن قبر محفور وقبر الديار سن سيفي عن لوقوي حبال بلاش تلا ديري حال حالا إل وناكسن لو دفتي بي الديار سن اود مود ميد لو دق لو تلاغلي كفن حانود كي بول بري يا برفون كي لمرين جري غسلي لو دادن جري روح لا دقي ميد كو ديار سن هاوش بان كو دفناي وان هبيني قبري وان كنت كني قبري وان قليني وان كسو ضرر ما كان ان نبر سو سوني يوحنا نبي ورنك هاد مسلم كاي قيمها بدنا مش كو حبال قبري جيسي و بسك دوغو وان بلا غران واي كراي تان كون نكون مان استان يا سمد لو غرتو سمين وان سو نكون قبري وان ويني بول لا اثر لا قبر ولا اثر معرب لا لا هذا ماشي حق دبو النقطه حق ورقه عيدن كلا ديرا وان كسمري سلاسي ويتمد بسند لكن وذاك كتشر ايا وذاك اخبار وخبر كيسير كوفي عم باكتشر لكن ضعف لغوت المام قصلاسي واقصو لكن سيد الراجحة وحود انتي خلاف سيدنا علي وحونا كوشي ده قال كي سفين يحن معين با حكومة جماعة من السلف با ومن الحديث با كتا احاديث بضلنا معنا ويكتمي ولبا وذات ريشام او اها معاوية للسعودي او صحابي يا مركي لصوص في طيبه وعيني افيكم اويس القرني ركاسة لي نعم ما هو بتاني توصل وارك نبي محمد حديث هم مغليب الشيخ كدم وكسو وريقي عيدنك علي بكبير كبير كبير وكشيد عيدنك او عصلا يقوتد او عصلا دقال لما يسيبوا ابان دولك اويس القرني دقال كيصفي هل كاسون كشيد اللي قد لي سيدا الراجحة واسدا marka jiritaankiisina waan ka hadalnay geeridiisina waa idin sheegay xagga asaga manaaqibtiisa waxbaan idin ka soo tilmaamay nin aad iyo aad u suud badan cibaado badan quraan akhris badan ayuu ahaa
wax waraso uu ka tagay ma jiro. Xataa inuu guursaday lama sheegin. Hooyadiisuu baar ooga habay ku dhimato ku xabaalay. Asna intuu noolaa maruu duulo yaruu masaa dhex taagnaado Ilaahay baryo ayuu ku dhammaystay noloshiisii, halkaasuuna ku shiiday. Laba arrimo caan ku ahaa marka oo lagaga maraatay ay kulligood dadkii yaqaanoo dhanba. Wuxuu aabay dhan Ammaar bilmacruuf nahaa cani lmunkar, inuu dadka muslimiinta khayrka faro, xumahana ka reebuu caan ku ahaa. Wax walbo lagu sameyna danka ma lahay. Marka le ruway ku baabeyna maad iska daysid xaqi Ilaahay saaray ugu lahaayeen baan gudanayaa buu dhihi jiray. Qodobka caan buu ku ahaa. Wuxuu kaloo caan ku ahaa sadaqada. Nin faqiir waxba haysa nin baa, laakiin gacmaha isgooniya deeqsinimo, deeqsinimo nin ku gaar lama sheegin. Waxaad u dhiibta waa bixirayaa. Mararka qaarkood aniga soo sheegay dhar la'aan buu u fadhiisan jiray gurigiisa. Waxaa la sheegay inuu ahaa nin qalbi dadka uu hadalkiisu saameeyo, saaxibu ikhlaasin wa sidqin inuu ahaa baa la sheegay. Waxaa la sheegay in habeen walba cibaado u gooni uu lahaa. Wuxuu dhihi jiray caawo kale waa habeenka sujuudda. Mararka qaarkood ragga saaxiibid baa ka sheekeeyey calaa habeenaha qaarkood qiyaamulugs inuu ka dhigto sujuud waaxida, waa la weydiiyey. Markaas waxaan maqlay malaa'igta qaybo ka mida say u sujuudsan yihiin baa adduunka lagu rogaa. Habeenna rukuucu ku dhammaysanaya hawshiisa, habeenna fadhiyo duco u gacmaha taago muslimiinta u duceeyo, malaa'igta axwaasheeda yaa looga sheekan jiro qisas wax badan ka hayay. Marku wuxuu isku dayi jiray hawshi malag looga sheegaba inuu habeen sameeyo, nin noocaasu ahaa. Sayidina cumarna aad buu uga warqaba jiray intuu noolaa uu raadin jiray, laakiin ayagoo mar labaad aan kulmin buu ayaa cumar shahiiday radi allahu tacaala canhu waardaa. Uwaysu waa ninka asaga ah. Waxaa isu hadhay ninkii inadeerkii ahaa ee dhibka badnaa ee shaydaanka ku noqday wadaadka. Maalinka dambe uu intuu cumar sirta ka soo leeyay ii duce, wuxuu waan kuu duceen laakiin saddex xaalo haddaad yeesho un baan kuu duceen, bishart inaad saddex yeesho, haddii kale kuu duceyn maayo kuna habaarin maayo. Saddexdii raawigii wariyay mid buu halmaamay, labuu sheegay, labad baan idin sheegahaya. Nin saddex la raaciyo xabad ka tegay. Sheekh Xasan wuxuu yidhi juz qur'aan nin saddex goor gafay, juz qur'aan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo haray buu. Juz qur'aan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo haray. Marka saddex arrimood oo aad xabad ka sii daysay wax fiican kama soo haray. Almuhim wuxuu yidhi waxaan kugu ducaynay bisharti inaad allaa tu'diini fii maa baqi, horaan wixii aad ka soo tagtay imaraysay waxba laguma haystee, inta dhiman nooloshin inaad dhibin ii ballanqaad. Waa ninka ku jajasi jiray ee meel uu istaag wadaad ku diiday ee ka xijaaban jiray, waa ninku wallaha hadlahay. Wuxuu yidhi allaa tu'diini fii maa baqi, ii ballanqaad inaadan mar dambe dhibaynin, waa ballan buu yidhi. Waxaa kaloo ii ballanqaataa inaadan u sheegin sayidina cumar wixdin dhexmar ruux bini aadana, allaa tukhbira axadan bimaa qaala laka cumar, ruux bin aadan inaad u sheegin intaad nooshahay cumar wuxuu kugu yidhi iyo wuxuu kuu sheegay ee aniga igu saabsanaa. Muxuu ka baqahayaa sirtu intay baxdo in lagu soo fakado? Wayna dhacday haddii sirti baxday, war ma qarsoomo. Waagii dambe uu noqday in adeerkii war la arkay, waxaa la war waa siday waa ninka dhibi jiray, waa adiga hadda daba hablayna waa siday, oo meeshu maraba barakaysanayo daba taagani, war aamus uu dhiij waxba ma ogaa, adduunku waa isbedelay. Asagii baa laga daba qaaday, gurigiisii buu joogi waayey, masaajidka baa nafta loogu keenay. Maalinka ugu dambeysay masaajidkii buu ka istaagay, wuxuu muslimiinay wadooyinka markaan socday dhibkaad u dhibaysay iga daaya, noo duce uwayso mid taabta mid yaa noo duce, nafta loo keenay. Wuxuu yidhi masjidka keliya aan ku kulanno, wadooyinka idaaya maya layla, meeshaan aragno dhiilkan horsanaynaa. Masaas ahaa waa inuu beri u dhuntayba dib dambe lama arag. Aragga ugu dambeeyey si caana loo ogaado dagaalka Siffin baa lagu soo dhex taagan, ragga wuxuu saaxiibadana wata, halkaasuu ku shiiday ninku. Qisadaas lu ahaa.